لأول مرة خبز البخار، استخدمه لأشياء كتير وصفات كتير. بنجيب كوب من الدقيق وكوب من الماء بحرارة الغرفة، بنحركهم جيد ونوضع الملح حسب الذوق. هيك أصبح جاهزة، مثل هيك لازم تكون العجلة. بنجيب وعاء بنملأ نصف الوعاء بالماء، بنوضع قطعة هو مطاط مثل هذه، بنربط الوعاء وبنوضع العجنة مثل ما انتم شايفين. الأمر كتير بسيط، المهم تكون قطعة القماش ما بتطلع وبر. النضج بياخد دقيقة واحدة. في عندي أكثر من 500 وصفة صحية، مهتم في الغذاء الصحي، اشترك حتى يوصلكم كل جديد. تقريبا الرغيف الواحد 30 سعرة حرارية. ما في طعام في الدنيا بزيد الوزن، بزيد الوزن زيادة السعرات الحرارية. إذا بنزود السعرات الحرارية أكثر من محتاج الجسم بزيد الوزن، نقص السعرات الحرارية بينزل الوزن. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.